الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا: الدنيا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء للكافر. الدنيا دنيا حقيرة وحقارتها أنها لا تساوي شيئا، ولو كانت تساوي شيئا ما أعطاها الله جل وعلا للكافر. الله تعالى يظن بها للكافر، الكافر هذا يكفر به، جعل له أندادا، جعل له شركاء، ثم يعطيه الدنيا. فالدنيا لأنها لا قيمة لها عند ربنا جل وعلا، لما أعطاها للكافر الذي ليس له في الدنيا أو ليس له إلا هذا ما يراه في الدنيا، ثم بعد ذلك يرجع إلى عاقبة وخيمة. مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على شاة ميتة وفيها عيب في أذنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أتشترون هذا بدرهم بدينار أو قال بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، إن لم يكن ميتة فهو أسك، يعني حتى لو لم يكن ميتة لأنه يترك يزهد فيه لأنه ميتة. قال: لو لم يكن ميتة فهو أسك، يعني ما نريده، ما نشتهيه، فهو معيب أصلا، يعني حتى لو لم يكن ميتة وكان على الحياة فهو معيب، فلا تهفوا قلوبنا إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول الفصل في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ولذلك أنت ترى بأن الله تعالى ملك فرعون النمرود، ملك الدنيا لعاد لثمود. أنت ترى الآن أهل الكفر وأهل الطغيان هم الذين يعيشون ويعيثون في الأرض فسادا، تراهم في رغد من العيش، تراهم من رفعة، من مكانة، من وجاهة، من سلطان، من قوة في هذا الباب الذي سمح لهم بذلك، والله جل وعلا وأعطاهم، ولأن الله شكور أيضا، ولأن الله حكم عدل. عندما أخذوا بأسباب الدنيا أعطاهم الدنيا، هم يريدون الدنيا فأخذوا بأسبابها، فلما أخذوا بأسبابها أعطاهم الله الدنيا، لأن الله لا يبخس الناس شيئا سبحانه جل في علاه. لكن شوف الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا، مالي وللدنيا كراكب قال من القيلولة، قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك دخلت عليه عائشة وهو يخير ويقول: اللهم الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. هي قالت: علمت أنه يخير، ولما علمت أنه يخير علمت وربي أنه لا يمكن أن يختارنا، يختار جوار ربي العالمين، جوار ربي سبحانه وجل فعلا. لما قال، يعني رجع ملك الموت إلى موسى عليه السلام، قال: دع يدك على متن ثور، لك بكل شعرة عاما تعيش يعني. قال وبعد ذلك قال الموت، قال: إذن فالآن. ولذلك هي عائشة قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم، ما مات نبي إلا أن يخير، يعني قبل أن يموت يخير بين الدنيا وبين الأخرة. ومن إذا علم له المكان عند الله جل وعلا في الأخرة، من يختار الدنيا؟ ضرب الله مثلا عظيما للدنيا عندما قال: وضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أولئك الأخرى قام مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيرا كأن لم تغن بالأمس. ولذلك قال بعض الحكماء: لو كانت الدنيا ذهب فاني، لو كانت الدنيا ذهبا فانيا وكانت الآخرة خزفا باقيا، لكان العاقل اللبيب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني. حال الدنيا كحال رجل وقف في والشمس في ربعة النهار وهي في وسط السماء وهي عمودية على الجميع، وقف بقطعة ثلج فيها كم تبقى. فالدنيا ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبلة، ولكل بنون. فأعظم الناس ربحا من كان من أبناء الآخرة، وأعظم الناس خسارة من كان من أبناء الدنيا. لا حصر دنيا ولا آخرة، لا يمكن أن يتمكن في الدنيا تمكنا يجعله يصف له الخير. يعني كل ما ترى فيه الدنيا شهوتها تعقبها لذتها أو شهوتها يعقبها ألم، وأيضا صفوها لابد أن يكون مكدرا، لا تجد صفاء في الدنيا بحال من الأحوال. الصفاء، كل الصفاء في الآخرة، والنعيم الأبدي السرمدي في الآخرة بجوار ربنا جل في علاه في جنات النار ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالدنيا لو نظر إليها المرء وعلم أنها فانية وأنها لا تبقى، وعلم أنها لا تساوي شيئا، وعلم أن ما فيها من ملك فهو إلى زوال، وعلم أن ما فيها من بهرج هذا بهرج زائف. الدنيا ملعونة فيها إلا ذكر الله وما ولا وعليما ومتعلما، وإن كان بعض العلماء
ضعف هذا الحديث. هناك من المتأخرين من حسن هذا الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، إلا ذكر الله وما ولا، وعالما ومتعلما، فقط هذه هي الدنيا، فقط هذه الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. الدنيا هذه لا تساوي عند الله شيئا ولا تعدل عند الله جناح بعوضة. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. نرى ما يشربون الأنهار، يعني يأجوج ومأجوج يشربون بحيرة طبارية، يأكلون الأخضر واليابس وكل شيء. وترى هنا يتملك أهل الكفر، وتراهم يعلون ويتعالون أيضا، وتراهم يعني يعيثون في الأرض فسادا، ومكن الله لهم تمكينا من الدنيا فنشروا الظلم والفسق والفجور وعاثوا في الأرض فسادا، ولم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. وتراهم يقولون الرفق بالحيوان، ما في رفق الإنسان، لا، رفق بالحيوان، تنطع ببعض الشعارات الزائفة التي قد أظهرت زيفهم وكذبهم. ومع ذلك نحن نقول: وما ملكوا، ما ملكوا شيئا، وإن الله تعالى يعني يخر عليهم السقف من فوقهم ويطبق عليهم، لكنه أراد أن يشفي صدور قوم مؤمنين. فالدنيا لا تساوي شيء، والذي ينشغل بالدنيا هو أحد الرجلين: رجل خزله الله جل في علاه وأعطاه الدنيا ليخذله، أو رجل ليس بعاقل. وأما العاقل اللبيب هو الذي يأخذ الدنيا معبرة، يجعلها سفينة معبرة إلى الآخرة، إلى الوطن الأصيل، يعني ما يفعل ذلك إلا إلى أنه يريد أن يذهب إلى الوطن الأصيل. عمله كله ينصب، ونظره كله ينصب في هدف يتلألأ في السماء، أنه يكون ممن يرى الله جل في علاه غدوا وعشيا. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين، اجعلنا ممن يراك ويرى وجهك الكريم غدوا وعشيا. اللهم أمين يا رب العالمين. ولذلك أبو ذر انتهج نهجا، وكان عثمان نفاه بذلك، أن أي أحد يدخر في الدنيا شيئا بأنه يأثم بذلك، لأن الدنيا لا تساوي شيئا، فلا بد أن ينفقها في سبيل الله. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال، يعني قالت له: يا رسول الله، سألها عن الشاة، فقال: ما بقيت عندنا إلا الزراع. فأراد أن يعلمها التصويب، يعلمها الصواب. قال: بل قولي، يعني قالت: ذهبت الشاة وبقيت الزراع، لأنها تصدقت بها. فقال لها: بل قولي بقيت الشاة وذهبت الزراع. لما؟ لأنه ابن آدم ليس له إلا يعني من ماله إلا ما أكل فإيش، نعم، ولبس فأبلى وتصدق فأبقى. فالذي يبقى هو التصدق لله جل في علاه. وكانت عائشة تطيب الصدقة، ولذلك عاشوا دهرا ما عندهم من طعام ولا من شراب. لو رأيت الدنيا، انظر إلى الحال الذي اختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يدخل عمر بن الخطاب على المشروبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد الحصير قد يعني علم على ظهره، فقال له: يا رسول الله، أنت رسول الله، أحب خلق الله إلى الله، وكسرى وقيصر هؤلاء ينامون على 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 الفراش الوثير الحرير، وأنت تنام على الحصير. قال: إني عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ عائشة رضي الله عنها أرضاها تقول أنه بيوتات النبي جميعا شهر والشهر والشهران ما يوقد فيها نار، ولما بعث ما عندنا إلا الأسودان، التمر والماء فقط. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلما توفر لهن مال أنفقوه، وقال يعني: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا، وقصد بذلك الصدقة. فكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها أرضاها كانت من أكثر أمهات المؤمنين صدقة، يعني كانت تعمل تحترف وتأخذ المال وتتصدق به، فزكت أقرب وهي الأسرع موتا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الدنيا. ولذلك قلنا: الدنيا لأربعة نفر، وانظر كيف يبينها الله جل وعلا. الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله المال والحكمة، وصلت الحكمة على المال، فقال فيصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه، وهذا بأرفع المنازل. ورجل أتاه الله المال الحكمة ولم يؤتي ماله، فقال: لو أعطاني الله جل في علاه ورزقني الله جل في علاه مالا مثل ما رزق فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. قال: فهما في الأجر سواء. شوف الرجل الآخر بقى، ورجل أتاه الله مالا ولم يؤتيه حكمة، فلم يصل فيه رحمه ولم يعرف لربه حقه، أخذ المال يستخدمه كما قلنا في اللعب في المرح
فغير ذلك لا يعرف لربه حقا عليه. والمال عارية عند الإنسان لا يملكه ملكا تاما. قال: ورجل لم يطيع الله الحكمة ولا المال، هذا ليس له لا في العير ولا في النفير. فقال: لو أتاني الله مالا لفعلت فيه ما فعل فلان. فقال: فهما في الوزر سواء. هذه هي الدنيا، والدنيا انفض يدك منها فإنها لا تساوي شيئا. عش في الدنيا من أجل طاعة الله الذي فعلها، كن في الدنيا من أجل ذكر الله، كن في الدنيا عبدا لربك الذي فعلها. عمر الدنيا بأسرها بذكر الله، بالاستغفار، بالتوبة، بالأوبة، بالصدقة، بالصلاة، بالجهاد، بالصيام، بالحج، بالقيام، بالعلم، بنشر العلم. وهذه أعظم ما تستقيم به الدنيا، أعظم ما تستقيم به الدنيا هو نشر العلم. وأيضا أن الدنيا لا تتنزل عليها البلاءات إلا إذا انخفض سهم العلماء فيها. يعني كلما مات عالم ولم تلد خلفا، يعلم أن الله جل وعلا يجعل الدنيا على محك الانتهاء والأفول. فنسأل الله جل وعلا أن يملكها لنا في أيدينا ولا تذهب إلى قلوبنا، واجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل الشجرة. وأن يجعلنا ممن قال فيهم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. الفوائد المستنبطة: صحة القياس، الزهد في الدنيا رأس كل فضيلة، والتمسك بالدنيا رأس كل رذيلة. عطاء الدنيا لا يدل على المكانة عند الله، عطاء الدنيا لا يدل على المكانة عند الله، لكن عطاء الدين يدل على المكانة عند الله جل وعلا. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين قط إلا لمن أحب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.